الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد لازلنا مع التعليق على طبقات فحول الشعراء قال ابن سلام فلما راجعت العرب رواية الشعر وذكر أيامها ومآثرها استقل بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم وكانت قوم قلت وقائعهم واشعارهم فارادوا ان يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار فقالوا على السنه شعرائهم ثم كانت الرواه بعد فزادوا في الاشعار التي قيلت وليس يشكل على اهل العلم زياده الرواه ولا ما وضعوا ولا ما وضع المولدون وانما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم فيشكل ذلك بعض الإشكال. إذا الشيخ ابن سلام يقول هنا أن العرب في جاهليتها كانت تنظر إلى الشعر نظرة عظيمة. فلما جاء الإسلام انشغل الناس بالقرآن. ثم انشغلوا في الدين والفقه. فلما فتحت البلاد ومُصرت الدوله واصبح هناك مدن ضخمه كالبصره والكوفه ودمشق والحجاز واليمن فلما عاد الناس مره اخرى يتذاكرون اشعارهم ويتفاخرون فيما بينهم كانت هناك بعض القبائل والعشائر مات شعرهم بموت الذين كانوا يعتنون بذلك لذلك قال استقلت بمعنى راته قليلا بعض العشائر شعر شعرائهم وما ذهب من ذكر وقائعهم لأنهم كانت لهم حروب فيما بين بين العرب من القبائل فوجدوا أن الشعر الذي يتكلم عن هذه الحقبة لأن العرب ترى أن أعظم وثيقة في إثبات هذه الأمور هو الشعر إذا هذا أمر الأول وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم إذا هناك صنفان صنف لهم لكن اشعارهم فقدت وقسم لم يكن لهم حروب فارادوا ان يحدثوا شعرا يتقولوا به ان لهم هذه الوقائع اذا قال فارادوا ان يلحقوا بمن له الوقائع والاشعار اذا ماذا فعلوا؟ فقالوا على السنه شعرائهم ثم كانت الرواه بعد اذا الشعراء من تلك القبيله تقولت القبيله عليهم الرواه اللي يسمونهم العلماء الرواه زادوا من الاشعار ايضا هذه الاشياء فزادوا من الاشعار التي قيلت هذه الاشياء يقول ابن سلام العلماء الجهابذ الذين تقدم ذكرهم من ايام ابي الاسود الدؤلي وابي عمرو والخليل ومن بينهما يقول هؤلاء لا يشكل عليهم هذه الزياده ولا هذا الوضع والكذب ولا ما وضعه المولدون وغالبا كلمة المولدون تطلق مع بداية الدولة العباسية هذا يقول لا يشكل الذي يشكل بعض الإشكال وإنما عضل بهم أن يقول الرجل من أهل البادية من ولد الشعراء أو الرجل ليس من ولدهم هذا هو الذي يشكل بعض الإشكال لكن حله أيضا بسيط، لكنه يحدث شكا عند هذا العالم الجهبل. أما ما وضعه الشعراء ما وضعه المولدون ما وضعه العلماء الرواة فهذا لا يشكل أبدا قال ابن سلام أخبرني أبو عبيدة وهو معمر بن مثنى أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة في بعض ما يقدم له البدوي من الجلب والميرة فنزل النحيت فأتيته انا وابن نوح العطاردي فسألناه عن شعر أبيه متمم وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته فلما نفد شعر أبيه جعل يزيد في الأشعار ويصنعها لنا وإذا كلام دون كلام متمم وإذا هو يحتذي على كلامه فيذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها فلما توالى ذلك علمنا انه يفتعله اذن يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله عضل به الامر واعضل به واعضله اشتد واستغلق وضاقت به الحيل فهو معضل لا يهتدي لوجهه الآن يقول داوود ابن داوود ابن متمم يقول ابن حزم في الجمهرة ولمتمم ابن شاعر اسمه داوود بن متمم وفي بعض النسخ داوود بن متمم بحذف ابن وهو خطأ فلا شك أن داوود بن متمم هذا لم يدركه أبو عبيدة ولداود بن متمم بيت في النقاض ولمتمم ابن آخر اسمه إبراهيم بن متمم كان متمم يكنى به أبا إبراهيم وله شعر في انساب الاشراف وله خبر في الموشح الجلب ما ياتي به البدوي من الابل والغنم لبيعها في الامصار والمير الطعام ويعني هنا ما ياتي له البدوي ليمتاره من طعام المصر والنحيت من قرى البصره الصغيره الدانيه ذكرها البكري في معجمه ومواضع اخرى وذكرها ابن دريد في مقصورته سقى العقيق فالحزيز فالملا الى النحيت فالقريات الدنا والعقيق والحزيز والملا والنحيت مواضع بالبصره ونواحيها ابن نوح العطاردي جاء ذكره في خبر في الاغاني خرج هو ويونس ولقي رؤبه وهو كما سياتي ابراهيم ابن محمد ابن نوح العطاردي من ولد عطارد بن حاجب بن زراره بن عدس التميمي، شعر ابيه يعني جده، الضيعه هنا الكسب والتجاره، وضيعه الرجل حرفته وصناعته، والضيعه العقار والضيعه العقار والارض المغله اي الارض التي تنتج. نعم، وكان اول من جمع اشعار العرب. وساق أحاديثها حماد الراوية، وكان غير موثوق به، وكان ينحل شعر الرجل غيره، وينحله شعر غيره وينحله غير شعره، ويزيد في الأشعار، قال ابن سلام: أخبرني أبو عبيدة عن يونس قال: قدم حماد البصرة على بلال بن أبي بردة وهو واليها. فقال اما اطرفتني شيئا فعاد اليه فانشده القصيده التي في شعر الحطيئه مديح ابي موسى قال ويحك يمدح الحطيئه ابا موسى لا اعلم به وانا اروي شعر الحطيئه ولكن دعها تذهب في الناس طبعا حماد من اهل الكوفه ولقب حماد الراويه لكثره روايته واليه تنسب المعلقات السبع لأنه هو الذي نشرها وهو الذي رتبها. طبعا غير موثوق اي انه طبعا لا يقصدون الكذب وانما يقصدون انه غير متقن لهذا الفن. ما هو هذا الفن؟ وكان ينحل شعر الرجل غيره. اذا يخلط في الاشعار يجعل شعر هذا لهذا وشعر هذا لهذا. نعم. لذلك لما جاء عند أبي بردة أبي لال بن أبي بردة وهو البصرة أنشده على أنه يعني كان شيئا غريبا أطرفه فأنشده قصيدة قالها الحطيئة في أبي موسى وبلال من الرواه فكيف يعني تخدعه بهذا ولكن دعها تذهب في الناس قال ابن سلم أخبرني أبو عبيدة عن عمر بن سعيد بن وهب الثقفي قال كان حماد لي صديقا ملطفا فعرض علي ما ما قبله يوما نحله القول ينحله نسبه اليه وهو من قول غيره وانتحل هو القول ادعاه لنفسه ما قبل اي ما عنده يعني من الشعر الملطف من اللطف وهو البر والتكرمه والطفه كرمه فاختصه بخير ما عنده يقول هذا الرجل يقول على ما قبله يوما فقلت له املي علي قصيده لاخوال بني سعد بن مالك لطرفه فاملى علي ان الخليط اجد منتقله ولذاك زمت غدوه ابله عهدي بهم في النقب قد سندوا تهدي صعاب مطيهم ذلله وهي لاعشى همدان وسمعت يونس يقول العجب ممن يأخذ عن حماد وكان يكذب ويلحن ويكسر يقول محمود شاكر لم أعرف عمر بن سعيد بن وهم ولا من أخوالهم من بني سعد بن مالك وفي المزهر عمرو بن سعيد وقال فأملى علي لطرفة وطرفة بن العبد بن بني سعد بن مالك بن ضبيعة وقد ألحق هذان البيتان بديوان طرفه وشعر أعشى همدان نقلا عن المزهر وانظر المؤتلف ونشوان المحاضره وروايه العجز ولوشك بين حملت ابله الخليط القوم المختلطون وكانت العرب تجتمع في ايام الكلا قبائل شتى في مكان واحد فتقع بينهم الالفه فإذا حان رجوعهم إلى أوطانهم فافترقوا ساءهم ذلك وأجد سار إلى الجد والاجتهاد ومنتقله انتقاله ورحيله وزم الناقة علق عليها زمامها لأهبة الرحيل نعم يقول الشيخ ثم إن اقتصرنا بعد والنظر والرواية عمن مضى من أهل العلم إلى رهط أربعة اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة إذا اجتمعوا على أنهم أشعر العرب طبقة ثم اختلفوا فيهم بعد وسنسوقه وسنسوق اختلافهم واتفاقهم ونسمي الأربعة ونذكر الحجة لكل واحد منهم وليس تبدئتنا أحدهم في الكتاب نحكم له ولا بد من مبتدا ونذكر من شعرهم الابيات التي تكون في الحديث والمعنى يقول محمود شاكر ان نقب الطريق بين الجبلين وسند في الجبل يسند وأسند صعد فيه ليرقاه الذل الجمع ذلول وهو اللين من الدواب السهل القيادة الرفيق السيء يقول الشيخ لما قال عن سمعت حماد ولي هي لأعشى قال رقم أربعة هذا الخبر غير موجود في ميم وهذا دال على أنه مختصر هذه قضية اختلاف النسخ يعني محمود شاكر اعتمد في هذا الكتاب على نسختين نسخة سماها الأم ونسخة سماها المختصرة وهي عارف حكمة ففي مواطن محمود شاكر يدلل على أن نسخة عارف حكمة اللي هي المدينة وسماها ميم مختصرة من الأولى. نعم كما مر وسيمر بنا كثيرا في خلال نص الطبقات ونسخة المدينة هي التي طبع عنها ما طبع من الطبقات في أوروبا ومصر. الشيخ هنا يقول الآن سمى كتابه طبقات فحول الشعراء. لا يريد أن يجعل هذا الكتاب لكل الشعراء إنما عمد إلى الفحول واختار من أهل الجاهلية عشر طبقات اختار من أهل الإسلام عشر طبقات إذا الطبقة أربعة عشرة في أربعة أربعون إذا اختار من أهل الجاهلية أربعين واختار من أهل الإسلام أربعين ثم ذكر أهل المراثي ثم ذكر أهل المدن فزادت عن هذه الحسبة مح... آه ابن سلام سيذكر في اول الطبقه اسم احدهم. احدهم فهل هذا دليل على انه المفضل عنده؟ الجواب لا. وليس تبدئتنا احدهم في الكتاب نحكم له. ولا بد من مبتدا ونذكر من شعرهم الابيات التي تكون في الحديث والمعنى. اذا سيختار من الأبيات المعنية لكل شاعر ما يكون لها حديث أو ما يكون لها معنى، وهنا نقطة العلماء فيما مضى يعني من طبقة محمد بن سلام وشيوخه ومن قبله كما قلنا من أيام أبي الأسود الدؤلي نتكلم عن بداية هذا الفن، كان هناك مجالس للنقد ينقد البيت امرؤ القيس اخطا سيذكرها ابن سلام ما عيب على مثلا امرؤ القيس، ما عيب على زهير، ما عيب على الاعشى، ما عيب على من بعدهم اما صفه في ذاته كما قال بعضهم يتعهر يذكر الفحش ومنها اخطاء في تصوير الابيات اراد معنى فاخطا معنى هذا معنى قوله وفي المعنى نقف هنا أه كما قال محمود شاكر استعمل ابن سلام اقتصرنا الى كذا لان يعني هنا ماذا قال أه عندما قال ثم ان اقتصرنا بعد الفحص والنظر والروايه عما مضى من اهل العلم الى رهط اربعه اذا استعمل ابن سلام اقتصر الى كذا بمعنى انتهى وهو صحيح في القياس والعربيه من قولهم قصرك قصرك ان تفعل كذا وقصاراك غايتك واخر امرك، يقول انتهينا بعد الفحص الى اربعه الى رهط اربعه هذا واحد ثم قال هذا موضع ثاني موضع تغيير ثاني ارتكبه قارئ نسخه المدينه كما سلف بان وضع بين اربعه واجتمع علامه تخريج في الهامش وكتب بخط زيادة من فحول شعراء الاسلام. اذا هو اخطا الناسخ في تفسير كلام ابن سلام ثم عاد فضرب يقول محمود ثم ضرب بعد ذلك على لفظ العرب من قوله اشعر العرب وكتب فوق الاسلاميين وعلى هذا التغيير القبيح المفسد طبع ما طبع من الطبقات في اوروبا ومصر وانظر مقدمه هذا الكتاب. بدأه تبدئة مثل قدمه تقدمة وزنا ومعنى لما نقول هي مثله في الوزن وهي مثله في المعنى ومنه الحديث الخيل مبدأة يوم الورد اي مقدمة يبدأ بها في السقي قبل الغنم والإبل وتحذف الهمزة فتصير مبداة وبداة وهي لا تزال باقية كذلك في عاميتنا هذا وصلى الله على محمد